أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالجهود التي تبذلها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في سبيل رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الخدمات الطبية والعلاجيه والتعامل الفوري معها جاء ذلك في تقرير تلقاه رئيس الوزراء حول جهود اللجنة في التعامل مع استغاثات المواطنين خلال عام 2022 حيث رصدت اللجنة الاستجابه لحوالي 6399 حاله على مدار العام من الاستغاثات الطبيه بمختلف وسائل للاعلام والمواقع الاخباريه ومواقع التواصل الاجتماعي بالاضافه لما تتلقاه من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومكتب خدمه المواطنين